متابعين قناة مستر أمين، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خلالها إن شاء الله سوف أشارككم الطريقة التي أعتمدها في الحصول على بعض الدولارات أسبوعيا، ثم أقوم بالشراء بها عبر الإنترنت بعض المنتجات التي أحتاجها أو أقوم باستخراجها نقدا عن طريق بطاقة الماستر كارد الخاصة بي التي قمت بتفعيل الباي بال الخاصة بي. فأنت لك الخيار في هذا، فيمكنك يعني استخراج أموالك نقدا أو تقوم بالشراء عبر الإنترنت. يمكنك أن تقوم بأي الخيارين الذي يساعدك. على العموم، فبالمناسبة إذا أردت الحصول على بطاقة ماستر كارد مجانا، تصلك إلى باب منزلك في فترة وجيزة وصالحة لتفعيل الباي بال الخاص بك. فالمطلوب هو إيصال هذا الفيديو إلى 600 لايك مع الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بالجديد إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا. على العموم، كي لا أطيل عليكم كثيرا، فإذا كنت مهتم بالموضوع ابقى معي ولنبدأ بعد هذا الفاصل القصير. إذن قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في قناة صديقية كريم للمعلومات وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد ومفيد لكم إن شاء الله. قناة رائعة جدا تقدم محتوى رائع أيضا سيفيدكم إن شاء الله، فلا تنسوا دعمه وشكرا لكم. طبعا كأول خطوة سأريك إثباتات الدفع من الموقع. طبعا أنا عندي حساب بهذا الموقع، لا تخافوا، كل شيء سأشرحه لكم بعد قليل. طبعا سأقوم بتسجيل الدخول، وكما ترون معي 5055 زيارة للروابط الخاصة بي و 19.4 لهذا الشهر، أرباح شهرية لهذا، يعني 19.4 مرابيح خاصة بي بهذا الشهر. كما ترون معي إثبات الدفع حتى أكون صادق معكم. كما ترون معي 10 دولار قمت بسحبها، 6 دولارات هنا تجد 11.5 وهنا 11.2، 6 دولارات، 5 دولارات، 3 دولارات، يعني هناك إثباتات سحب عديدة جدا، قمت بسحب عديد المرات بهذا الموقع. طبعا فهو يعني صادق هذا الموقع، كل شيء سأشرحه لكم بالتفصيل بعد قليل. فمنذ أن قمت بالعمل على هذا الموقع بهذه الاستراتيجية، فإني أتوفر على 63.2 منذ أن بدأت بالعمل إلى هذه اللحظة، فإني أتوفر على 63 دولار. بعضها قمت بسحبها نقدا وبعضها اشتريت بها منتجات من الإنترنت. طبعا لك الخيار كما قلت لكم قبل قليل. فعلى العموم لن أطيل عليكم كثيرا لأريكم الاستراتيجية التي سنعتمدها في هذا الشرح. طبعا سنقوم بإغلاق هذا، لن أحتاج إليه. طبعا كأول خطوة تقوم بالدخول إلى الرابط الذي وضعته لكم أيضا أسفل الفيديو. بعد ذلك تقوم بتخطي بطريقة بسيطة جدا، تقوم بالتأشير على هذه القناة، ثم تقوم بالإجابة على السؤال المطروح. طبعا إذا واجهت أي صعوبة يمكنك الترجمة إلى اللغة العربية. هنا يقوم بطرح لنا سؤال أن نقوم بالتأشير على الصور التي تحتوي على اللافتات كما ترون معي. تقوم بالإجابة بشكل صحيح، عفوا، هكذا، ثم تضغط على Verify. هنا تم كل شيء بنجاح، ثم نقوم بالضغط على Click Here to Continue. بعد ذلك هنا نقوم بالنزول قليلا، فقط سننتظر 10 ثواني كما ترون معي الآن، 5 ثواني. ثم بعد انتهاء هذه 10 ثواني نقوم بالدخول أو الضغط على Get Link. فورا سيوجهك لهذا الرابط الذي أو هذا الموقع الذي سنعمل عليه في الحصول على الدولارات الخاصة بنا. فسنضغط على Register قصد التسجيل في الموقع. طبعا كخطوة أولى يجب عليك أن تقوم بكتابة أي يوزر نيم، مثلا تقوم بكتابة اسمك هكذا، ثم تضيف 3 أرقام أو رقمين حسب الاختيار. هنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك، وهنا تعيد كتابة الإيميل الخاص بك. هنا تختار باسورد كما ترون معي وتعيد كتابته هنا في هذه الخانة. طبعا هنا
تقوم باختيار مين هنا مين أو وومن. طبعا إذا وجدت أي صعوبة يمكنك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو العربية عبر ترجمة جوجل. كما ترون معي مان أو وومن إذا كنت مرأة أو رجل. فهنا الكونتري سيقوم بتحديدها أوتوماتيكيا، وهنا تقوم بالضغط على أي نوت أربط وتقوم بالإجابة كالعادة كما قلت لكم على الأسئلة. وكما قلت لكم فإذا وجدت أخي أي صعوبة يمكنك ترجمة إلى اللغة العربية فستفهم أكثر. بعد ذلك تقوم بالضغط على فولوين وسيتم التسجيل في الموقع بطريقة عادية جدا، ثم تقوم بتفعيل حسابك عبر البريد الإلكتروني أو الإيميل الذي قمت بالتسجيل به. بعد ذلك فورا ستقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك. طبعا سأقوم بتسجيل الخروج لأريكم كل شيء بالتفصيل حتى تفهمونني جيدا. بعد التسجيل تقوم بالدخول إلى بالضغط على كونكت، هنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك والباسورد التي قمت بالتسجيل بهما. بعد ذلك فورا سيوجهك إلى الحساب الخاص بك. هذه هي واجهة الموقع كما ترون معي، فهذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يجب عليك أن تتوفر على حساب في أي موقع اختصار روابط، فأنا أنصحكم بموقعي، إما أن تقوم بالتسجيل في هذا الموقع موقع تيمر، أو تقوم بالتسجيل في موقع كات إيرل. هذين موقعين هم أفضل موقعين لاختصار الروابط، ولكن أنصحكم أكثر بهذا الموقع لأنه يقدم أسعار أكثر من الموقع الأول خاصة للبلدان العربية. هذه هي إثباتات الدفع كما ترون معي، $70 $35. هناك العديد من إثباتات الدفع، وهنا يعني أسعار الخاصة بالبلدان العربية، توجد العديد من البلدان العربية كما ترون معي. هنا مصر $3، هنا تونس $3. فأنصحكم بهذا الموقع الرائع جدا والذي سيساعدكم كثيرا. فإما أن تقوم بالتسجيل هنا أو هنا. طبعا أنا عندي حساب بالموقعين، وأريتكم يعني قبل قليل الإثباتات في الموقع الخاص بي. طبعا سأقوم بالتسجيل دخول مرة أخرى في الحساب الخاص بي في هذا الموقع لاختصار الروابط كما ترون معي. فهذه هي الخطوة الثانية، يجب أن تتوفر على موقع في أو حساب في موقع اختصار روابط، إما هذا أو كات إيرل. فبعد ذلك سنقوم بجمع النقاط بهذا الموقع الذي تسجلنا به قبل قليل. طبعا في الموقع يجب عليك أن تقوم بجمع النقاط ثم تحويلها إلى زيارات إلى إلى يعني الروابط المختصرة الخاصة بك. طبعا لجمع النقاط فهي سهلة وبسيطة جدا، تقوم بالضغط على هذه اللينك شورتن هنا، ثم تقوم بالضغط على فيزيت هنا في كل مرة، قصد أن تقوم بتخطي الروابط الخاصة بالأشخاص بهذا الموقع. طبعا في الموقع يقوم على تبادل الزيارات، فكما نحن نقوم باختصار أو تخطي هذا الرابط لهذا الشخص، فهو سيقوم بتخطي الرابط الخاص بنا. بعد تخطي هذا الرابط فستضيف نقاط إلى الحساب الخاص بنا. بعد ذلك نضغط على كليك هير، فتخطي أول روابط هي بسيطة جدا غنية عن التعريف. فإذا وجدتم أيضا أي صعوبة أيضا وضعت لكم فيديو لكيفية تخطي أي رابط، سأضع لكم أيضا رابطه أسفل الفيديو. وهنا يقول لنا أن النقاط أضيفت للحساب الخاص بنا، كوينت أدد تو يور بالانس، كما ترون معي كانت 4 أصبحت 9. فتقوم بتكرير هذه العملية وتقوم بجمع النقاط، فكل شيء يعتمد على جهدك بهذا الموقع والعمل فيه. فكلما يعني عملت أكثر بهذا الموقع ستجني مال أكثر أو أموال أكثر، وإذا عملت قليلا ستجني أموالا أقل. فطبعا هذه الخطوة الثانية. فالخطوة الثالثة يجب أن تقوم بتكرير هذه العملية 250 مرة، فهذه هذا الشرط
حق يعني شرته الموقع على كل شخص أن تقوم بتكرار هذه العملية 250 مرة أو تقوم ب يعني تخطي روابط الأشخاص 250 مرة. وكما ترون معي أنا قمت بتخطي 762 مرة، فكل يوم تقوم بتخطي على الأقل 10 روابط ستجمعها 250 يعني نقطة أو 250 ضغطة في وقت وجيز إن شاء الله. فبعد أن تقوم بتجميع 250 نقطة فورا ستتوجه إلى Add Page، ثم تقوم بالضغط على أول خيار هنا Link Shortening، ثم سيوفر لك الموقع هذا الرابط، تقوم بنسخه، ثم تقوم بالذهاب إلى رابط إلى موقع الاختصار رابط أو حسابك بهذا الموقع كما قلت لكم، تقوم بنسخه هكذا، ثم تقوم بالرجوع، تقوم بلصق الرابط المختصر الذي قمنا باختصاره. وهنا أنصحكم بوضع 39 نقطة في الاسم حتى يظن لمن سيتخطى رابطك أنه سيحصل على 39 نقطة، في حين أنه سيحصل على 6 نقاط، فهذا يعني سيزيد من الإقبال على الرابط الخاص بك. ثم تضغط على Add Page، بعد ذلك ستنقص نقاطك كل يوم، فعندما يقوم أي شخص بتخطي رابطك فسوف تنقص النقاط، في حين أنه ستزيد الأموال الخاص بك في هذا الموقع للاختصار الروابط الخاص بك كما ترون معي. هذه الآن يعني جمعت 1.39 دولار، ما زال قليل لأحصل على 3 دولار مرة أخرى وأقوم بسحبها بالضغط على withdraw. طبعا تقوم بالضغط على هنا لإضافة الإيميل الخاص بالبايبال الخاص بك، تضغط على بروفايل، هنا تقوم بكتابة المعلومات الشخصية الخاصة بك، وهنا الشيء المهم أن تقوم باختيار بايبال هنا، وهناك يعني طرق دفع عديدة، هناك البايبال، هناك البايزا، هناك الباير والبيتكوين، يمكنك اختيار أي شيء تريده. وهنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بالبايبال الخاص بك حتى تقوم بتوصل بالأموال الخاصة بك. طبعا نقوم بالرجوع هكذا كما ترون معي، هذه هي الاستراتيجية التي أتحدث لكم عنها، فكل شيء واضح، أظن أنني شرحت لكم كل شيء. كان هذا كل ما في حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم شرحنا لهذا اليوم. للأسف حان الوقت لأقول لكم وداعا، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في الشرح القادم أو المجانية القادمة، فلا تنسوا دعمنا باللايك وإضافة تعليق تحفيزي تشجيعا لنا لتقديم الأفضل. فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Oh.